شهدت كينيا هجرة كبيرة للحيوانات البرية، حيث عبرت الآلاف من القطعان نهر رابيدز في محمية ماساي مارا الوطنية. وبعد 4 ساعات من التجمع والانتظار والتردد، بدأ عدد كبير من الحيوانات الوحشية بالقفز في النهر من أجل المرور إلى الضفة المقابلة، ما أدى إلى نفوق بعضها، كما وجد البعض الآخر نفسه فريسة سهلة أمام النسور الجائعة.